التي نقدمه أمام أنظاركم اليوم والذي يخص 60% من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد هناك ثلاثة ديال الإجراءات اللي هي أساسية أول إجراء هو دعم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة اللي عندها الابناء كيتعلق الامر بمنحه شهريه عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنه وذلك وفق الشروط التاليه منذ ولاده ولادته والى غايه خمسه سنوات يمنح كل طفل دعما قيمته الشهريه نبداو ب 200 درهم في 30 ديسمبر 2023 وتستمر خلال 24 ونديرو 250 درهم في 2025 ليتم رفعه الى 300 درهم شهريا للسنوات الاخرى ابتداء من سنه 2026 من هنا عامين اما اما بالنسبه بالنسبه للاسر التي يتزاوج عدد اطفالها ثلاثه وعلى غرار التعويضات الممنوحه لاجراء القطاع الخاص فستتلقى اضافه لذلك دعما شهريا يقدر ب 36 درهم بالنسبه للطفل الرابع والخامس والسادس هذاك الشيء اللي كاين في ليزاكوم على سنسس. بالنسبه للطفل في سن التمدرس فهو يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسه و 21 عام في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعيه اعاقه على 300 درهم في 2024 و 400 درهم شهريا في 2026 هاد يعني هاد لي مونطون كلهم شهريا وتعزيزا لمكتسبات فئات اطفال النساء الارامل المستفيدين سابقا من برنامج دعم وستواصل الدوله منح 350 درهم شهريا عن كل طفل الى غايه نهايه سنه 2024 ثم 375 درهم عن كل طفل سنة 2025 و 400 درهم ابتداء من سنة 2026 واستدامة للأطال الإيجابية لبرنامج تيسير وتشجيعها لمواصلة التمدوس تقلص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة خصنا ندفعوا بالأباء بأنه يعني يقراو يقراو ولادهم ثانيا ثاني اجراء هو الدعم الاجتماعي المباشر للاسر المستهدفه التي ليس لها اطفال او يتجاوز سن هؤلاء الاطفال 21 عام خاصه من الاسر اللي عندها اشخاص مسنين على الشارج ديالها فتستفيد هذه الاسر من منحه زجافيه تبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من اخر ديسمبر 2023 <applause> وتجدر الإشارة السيدة السادة اللواء محترمين إلا أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي أن بوكلي سوسيال حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها 500 ديال الدرهم حتى هذاك الطفل اللي غادي نوصلوا ليه في 2026 واللي عنده 300 درهم والعائلة ديالو يلا عندها طفل واحد لو مينيموم اللي خصهم ياخذوا هو 500 ديال الدرهم إذا عملنا نمط ديال الحساب باش إلا كانوا جوج ديال الأولاد ولا ثلاثة ولا أربعة شحال غادي يكون في المستقبل ولكن من الان يعني البرنامج الملكي كيعطي 500 ديال الدرهم يعني كمينيموم الاسره كما ان قيمه الدعم الاجتماعي المباشر لكل اسره مستهدفه يمكن ان تصل الى اكثر من ألف درهم شهريا اخذا بعين الاعتبار تركيبة كل اسره خاصه عدد اطفالها بمعنى ان الاسره مثلا اللي طفل واحد غادي توصل مباشرة كما قلت ب 500 درهم شهريا ابتداء من اخر ديسمبر. والاسرة اللي عندها جوج ديال الاطفال وكيقراو غادي يوصلهم 500 درهم ابتداء من اخر هذه السنة. لان يعني هي المينيموم اللي غنبداو وغادي يوصلوا 600 درهم ابتداء من سنة 2026 يعني 300 في 300. وبالنسبة للارملة المستفيدة المستهدفة قيمة الدعم الشهري هي 500 درهم وخا تقلبت قبيله على 350 درهم غادي توصل اوتوماتيكمون دابا لو مينيموم اللي هو 500 ديال الدرهم وهذا الشيء اذا عندها طفل واحد ابتداء من اخر هذه السنه وإذا عندها جوج الاطفال غتوصل 700 ديال الدرهم وإلى في 2024 و800 ديال الدرهم في 2026 وإذا عندها ثلاثة ديال الأطفال هاد الأرملة غادي توصل لـ 1050 درهم في 24 و1200 درهم ابتداءً من 1026 ثالث وأخير إجراء هو منحة الولادة. يتعلق الأمر بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية وتقدر هذه المنحة بألفين 2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 درهم عند الولادة الثانية ما تنسوش تابونا في لاشين الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم